انتخابات رئاسية مزمعة. وأكد الطنطاوي لرويترز عبر الهاتف من بيروت أن الاعتقالات حدثت يوم الثلاثاء. وقال نبيل جنادي محامي المبادرة المصرية المستقلة للحقوق الشخصية إن ما لا يقل عن 10 من أقارب طنطاوي وأصدقائه وأنصاره بما في ذلك 2 من أعمامه اعتقلوا، وأوضح أنهم سيحتجزون لمدة 15 يوما للتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية. طنطاوي قد أعلن في منشور على فيسبوك في مارس أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024 لتقديم البديل الديمقراطي المدني، كما أعلن عن خطته للعودة إلى مصر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو. وقال طنطاوي لرويترز الشهر الماضي إنه يعتزم الترشح للانتخابات رغم أنه يشك في أنها ستكون حرة ونزيهة، وقال هذا هو طريق التغيير الآمن، ومن يغلق هذا الباب في وجوه المواطنين يدفعهم للبحث عن طرق أخرى لا تتحملها البلاد. وتأتي الأنباء عن الاعتقالات في الوقت الذي أطلقت فيه مصر حوارا سياسيا وطنيا تقول السلطات إنه سيشجع على التعبير عن وجهات نظر متنوعة في وقت يشهد ضغوطا اقتصادية حادة.